بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد ويمتحنهم ليتبين الصادق في إيمانه. تبين أول شيء المؤمن من الكافر، ثم يتبين بعد ذلك الصادق في إيمانه من المنافق. الله جل وعلا قضى وقدر، لأنه سيكون هناك اختلاف في البشرية في الابتلاء والامتحان، ولكن من رحمته سبحانه أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب يبين للناس الطريق الصحيح، طريق الحق الذي يسيرون عليه، ولم يتركهم للاختلافات والاجتهادات والآراء والمناهج، بل إنه سبحانه تكفل ببيان المنهج الحق والطريق الصحيح على أيدي رسله، وجعل ذلك في كتبه المنزلة التي يبقيها بأيدي الناس يراجعونها. فالطريق واضح ولله الحمد، فلا غرابة أن يكون هناك اختلاف ويكون هناك مناهج كثيرة وآراء ومذاهب وعقائد كثيرة، ولكن العبرة بالصواب والحق، وهذا تكفل الله ببيانه. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس على الحق أمة واحدة، ثم طرأ الاختلاف كما في الآية الأخرى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. طرأ الاختلاف، فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين الطريق الصواب من هذا الاختلاف. ولهذا قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى جزاء له على نسيانه للحق في الدنيا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الطريق واضح ولله الحمد، ومحفوظ ومبين، فعلينا أن نلزم هذا الطريق، ونسأل الله أن يهدينا له وأن يثبتنا عليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ كما في الآية الأخرى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ومعرفة ولكن لم يعملوا بعلمهم كاليهود ومن شابههم، ولا الضالين وهم النصارى الذين ليس عندهم علم وإنما يعبدون الله بآرائهم وبالبدع والمحدثات والخرافات، فهم ضالون عندهم عمل وليس عندهم علم، واليهود عندهم علم وليس عندهم عمل، وأهل الحق جمعوا بين الأمرين العلم والعمل. الحمد لله، هذا هو الصواب وهو الحق. وفي الآية الأخرى يؤكد هذا جل وعلا فيقول وأن هذا صراطي مستقيما، هذا هو الصراط المستقيم الذي في الفاتحة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه هي المذاهب الباطلة والمناهج والانحرافات والأهواء، كثيرة لا حصر لها. أما الصراط الحق فهو واحد، صراطي صراط واحد لا يتقسم ولا يتعدد، وهذا الذي عليه الأنبياء والمرسلون وعليه أهل الإيمان منذ بدء الخليقة إلى نهاية الخليقة. لكن يحتاج إلى علم، أول شيء يحتاج إلى علم تتعلم ما هو الصراط المستقيم، ويحتاج إلى عمل وهو التمسك به بعد معرفته، ويحتاج إلى صبر لأن الذي يسير على الصراط المستقيم سيتعرض للأذى من أصحاب المناهج الأخرى والمذاهب الأخرى، يتعرض إلى أذى وربما يتعرض إلى قتل وربما يتعرض إلى تعذيب، لكن يصبر ما دام أنه على الحق فإنه يصبر ولا يغتر بكثرة المخالفين. فهذا هو الصراط المستقيم وهؤلاء هم أهله، وهذا ما يحتاج إليه الإنسان إذا كان يريد الصراط المستقيم، فإنه أولا يدعو الله أن يوفقه له، وثانيا يدعو الله أن يثبته عليه بعد معرفته. ما كل من عرف الحق يثبت عليه، يزيغ الإنسان يظل ينحرف، ما دام على قيد الحياة فهو على خطر، فهو يسأل الله أن يثبته على الصراط المستقيم بعد معرفته وبعد التمسك به. فهذا هو الواجب على كل مسلم يريد النجاة لنفسه، ولا ينظر إلى الآخرين ومغرياتهم وتهديداتهم وإلى آخره، ما ينظر إلى هذا، بل يتمسك بالحق إلى أن يأتيه أجله. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا هو المسلك الصحيح والمنهج السليم، وهذا هو الصراط المستقيم، وهو واضح ولله الحمد. الصراط المستقيم هو الرسول، الصراط المستقيم هو القرآن، الصراط المستقيم هو الإسلام، كل هذا هو الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله. وسمي مستقيما يعني معتدلا، معتدلا لا وجاج فيه، بخلاف المذاهب الأخرى فهي مختلفة ومتعرجة، وهذا مستقيم معتدل لا ينحرف ولا يميل ولا لا وجاج فيه، مستقيم، هذا معنى المستقيم. وأيضا هو مستقيم بين الغلو والتساهل، ليس فيه تشدد ولا غلو وليس فيه تساهل وانفلات، بل هو طريق مستقيم معتدل، طريق لا حرج فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فهو مستقيم من كل النواحي. لكن كما ذكرنا يحتاج أولا إلى معرفة وعلم، وثانيا يحتاج إلى تمسك، وثالثا يحتاج إلى صبر واحتساب، كل هذا أمور لا بد منها للمسلم، والموفق من وفقه الله
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لفضيلة شيخنا على هذه الكلمة الوافية الشافية، وجعل ذلك في ميزان حسناته. صاحب الفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول: أنه صام ستا من شوال وعليه قضاء من رمضان أجله بعد صيام الست، فهل عليه حرج في ذلك؟ كان الأولى أن يصوم القضاء الذي عليه ثم يصوم بعد ذلك الست من شوال، هذا هو الأولى وهو المطابق للحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. لكن ما دام أنه وقع الأمر وصام الست من شوال قبل القضاء فصومه صحيح إن شاء الله وعليه القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: إن له قريب كان مريضا في شهر رمضان ولم يصم شهر رمضان وقد مات قبل القضاء، فماذا يجب عليه؟ إذا كان ترك الصيام للمرض ولا يستطيع صوم ومات في هذا المرض ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه تركه لعذر ولم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل التحليل أثناء في نهار رمضان يفطر؟ يعني سحب الدم للتحليل؟ نعم، إذا كان الدم كثيرا فإنه يفطر، لأنه يضعف الإنسان، إذا سحب منه دم كثير هذا يضعفه عن الصوم ومواصلة الصوم. أما إذا كان الدم يسيرا للتحليل نقطة نقطتين أو ما أشبه ذلك فهذا لا يضر، لأنه لا يضعف ولا يشبه الحجامة، هو السحب مقيس على الحجامة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة سحب دم كثير، فما أشبه الحجامة فإنه يفطر، وما لم يشبه هذا إنه لا يفطر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنه صلى في ملابس فيها تصاوير، فهل عليه شيء في ذلك؟ أخطأ في هذا، فلا يجوز للمسلم أن يلبس ما فيه تصاوير من الثياب، لا يجوز للمسلم يحمل الصور على جسمه وفي ثيابه ظاهرة، صور ظاهرة، صور فنانين أو صور أصحاب الكورة أو ما أشبه ذلك يقصد به تعظيم هؤلاء الأشخاص، هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يلبس ما فيه تصاوير. وأيضا هذا فيه تشبه بالنصارى الذين يلبسون الصليب، والصليب عبارة عن صورة يزعمون أنها صورة المسيح عليه السلام ومصلوب على الفشمة، فهذا لا يجوز لأن التصوير محرم وحمله واستعماله حرام والتشبه بالنصارى حرام. لكن ما دام أن ما يجهل هذا الأمر أو ما درى أن فيه تصاوير إلا بعد ما انتهت الصلاة، صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الزواج النسلاء بشرط عدم إنجاب الأولاد محرم أم لا؟ الإنجاب ما هو بيد الإنسان يشرط عدم الإنجاب، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، إذا قدر الله الإنجاب فإنه لا بد أن يحصل، وإذا لم يقدره فإنه لا يحصل، هذا بيد الله، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يتوكل على الله. والإنجاب مطلوب، رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصالح، تكثير الأمة والبر بالوالدين فيه مصالح ليس فيه ضرر، بل الضرر في عدم الإنجاب، فعليه أن يترك هذا الشرط وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قصده من الزواج الإنجاب لا العكس. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
قيل المراد ابتغوا ما كتب الله لكم من الإنجاب والذرية، لأن هذا هو المقصد الأعظم من الزواج الإنجاب. فهذا لا يجوز هذا الشر. زواج المسيار هذا ليس فيه من مصالح الزواج شيء، لا الرجل لا المرأة تكون في سلطة الرجل، ولا الأولاد يربيهم الوالد، ولا تكون المرأة أيضا في كفالة الرجل. مصالح الزواج ما هي موجودة فيه، ما فيه إلا شيء واحد وهو الجماع فقط، قضاء الشهوة، فهذا خال من مقاصد الزواج. فلا شك أن تجنبه والابتعاد عنه أنه أسلم للإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سام يقول أرجو تفسير مسألة الحجامة وهل هي تفطر أم لا، لأن هناك من يقول إن الحجامة لا تفطر والحديث منسوخ، وإذا كانت تفطر فلماذا يفطر الحاجم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الحجامة تفطر بنص الحديث الصحيح وليس منسوخا، وإنما هو محكم، قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ليس هناك ما يعارضه. أما حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هذا غلط، الصواب أنه احتجم وهو محرم، هذا صواب الحديث، احتجم وهو محرم كما نبه عليه الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يحتجم وهو صائم. الحجامة تفطر الصائم، والعلة أن استخراج الدم الكثير من الصائم يضعفه عن الصيام، كالمريض الذي لا يستطيع الصيام رحمة به لا يصوم إذا احتجم، لا يصوم إذا احتجم، لأن هذا يضعفه. إذا احتاج إلى الحجامة ولا يقبل التأجيل إلى الليل لأنه ضروري أنه يحتجم، يحتجم ولكن يقضي هذا اليوم لأجل دفع الضرر والعلاج، لأن المريض إذا احتاج للعلاج يعالج يفطر، والله جل وعلا أباح للمريض أن يفطر وأن يصوم من أيام أخرى. الحجامة تفطر الصائم وليس الحديث منسوخا. وكون الحاجم يفطر، الحاجم يفطر قالوا لأنه في الغالب يطير الدم إلى حلقه، لأنه يمص القرن، يمص القرن ليخرج الدم من المحجوم، فيذهب شيء من الدم إلى حلقه مع المص، فهو مظنة قوية لأن يصل الدم إلى حلقه ويذهب إلى جوفه، فلذلك قال أفطر الحاجم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول كثير ما يرد في المجالس انتقاد للجهات الحكومية، فهل هذا يعتد، فهل هذا يعد غيبة للعاملين فيها أم لا؟ المجالس ما هي محل كلام في الجهات الحكومية، اللي عنده ملاحظة يبلغها للمسؤولين بدون أنه ينشرها في المجالس، إلا إن كان قصده الفوضى وقصده التباغض بين الناس وقصده الغيبة، هذا شيء آخر. أما إذا كان قصده النصيحة فليست النصيحة هي الكلام في المجالس في أناس غائبين ومسؤولين، إذا كان عنده ملاحظة صحيحة يبلغها للمسؤولين من باب النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فيبلغ الملاحظات الصحيحة للمسؤولين وتبرأ ذمته بذلك. أما كلامه بالمجالس فإنه يزيد الشر شرا ويقلل الثقة بين المسلمين وبين المسؤولين وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول يوجد عند بعض الشباب في جوالاتهم مقاطع وصور خالية، فهل يجوز لهم أن يصلوا فيها؟ لا يجوز لهم أن يستصحبوها، الصلاة خارج الصلاة، لا يجوز لهم أن يستصحبوا مقاطع فاتنة، ولا يجوز حمل الجوالات التي فيها كاميرات أو كمبيوتر يجلب الصور الفاتنة. المسلم يتجنب الشر ووسائل الشر، يأخذ الجوال الذي ليس فيه محذور، مجرد جوال للمكالمة
وليس هو لجلب الأشياء والمشاهد الخليعة والفاتنة أو التصوير، هذا لا يجوز، هذه فتنة، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما حكم الصلاة في المجلس أو المكتب الذي علقت عليه بعض الصور؟ يكره هذا، يكره أن يصلى في غرفة فيها صور منصوبة معلقة، لأن هذا يشبه عبادة الأصنام، فيكره هذا. الصلاة تصح لكن مع الكراهة، فيصلي في مكان خال، ولأن الصور تشغل المصلي عن صلاته، تشغله عن صلاته، وتعليق الصور حرام لما فيه من الفتنة والغلو في المصورين. ما يعلق إلا صورة واحد إلا شان، فيعلق من باب الغلو في مدحه ورفع قدره، هذا لا يجوز. على كل حال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صورا في سترة ما علقت قصدا، وإنما هي صور في سترة على فتحة في الجدار، لم يدخل المنزل حتى أزيلت، حتى أزيلت، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها. فلا يجوز هذا العمل، تعليق الصور في البيوت وفي المجالس وفي المكاتب، هذا أمر لا يجوز. وما هلك قوم نوح إلا بهذا، لما علقوا صور الصالحين آل بهم الأمر إلى أن عبدوها وأشركوا بالله عز وجل، فهي وسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي نصيحتكم لمن يضعون نغمة الموسيقى في جوالاتهم؟ لا يجوز النغمة هذه من الموسيقى، النغمة موسيقى، لا يجوز أن يجعلها في جواله، لأنها من آلات اللهو، الموسيقى من آلات اللهو، يجعل في جواله منبها ليس فيه موسيقى مثل جرس الساعة، ويخفض ويخليه خافض الصوت بحيث لا يشوش على الناس بقدر ما يسمعه عند الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: إذا دخل المسجد وقد انتهت الصلاة، صلى صلاة الجماعة، هل يصلي تحية المسجد أم يصلي فريضة؟ إن كان ينتظر ناس يجون فهو يصلي تحية المسجد، أما إذا كان ما ينتظر أحد فهو يصلي الفريضة وتكفي عن تحية المسجد، إذا صلى الفريضة تكفي عن تحية المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل إذا نوى الرجل السفر يجب أن قصر والجمع أم لا بد من السفر؟ لا، لا بد من السفر، لا بد من الخروج من البلد متوجها إلى السفر، أما أنه يقصر بمجرد النية وهو في البلد، لا، فبعد صار مسافر، أعدام في داخل البلد لم يكن مسافر. السفر هو السفور وهو الخروج من البلد، فما دام في البلد فهو ليس مسافرا ولا يقصر ولا يفطر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: يغنى كثيرا من العلماء وطلبة العلم بهذه البلاد المباركة بالجمود والتشدد ومع في الفكر في النوازل، فما هو ردكم على مثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ هذا راجع للجواب الأول، أن أصحاب المذاهب وأصحاب الانحرافات وأصحاب الضلال والأفكار المنحرفة يرمون أهل الحق وينقصونهم، رموا الرسل عليهم الصلاة والسلام، رموهم بما هم منه برعاء، ومنهم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، رموا بأنه كذاب، أنه ساحر، وأنه مجنون، إلى آخر ما رموه. فلا عبرة بهؤلاء ولا بقولهم، ولا نشك في أهل الخير ولا نشك في علمائنا، وهذا مما يعظم الله به أجرهم، كون أهل الباطل يتكلمون فيهم هذا يدل على فضلهم، كما قال الشاعر: فإذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف عرف طيب العود. فكلامهم فيهم هذا يدل على فضلهم، وأنهم أغاظوهم، أنهم أغاظوا أهل الباطل. نعم. أحسن الله إليكم.
هذا سؤال هذا الشيخ يقول: ما الضابط في التسهيل على المسلمين بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج؟ لأننا سمعنا من يقول: ليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم في كل شيء، لأن الحج مفروض بالاستطاعة وأكثر أعماله بالتخييل بخلاف العبادات الأخرى، يلزم اليوم لشدة الزحام التسهيل على الناس. أفتونا جزاكم الله خيرا. افعل ولا حرج هو من قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهذا إنما هو في المناسك الأربعة يوم العيد التي هي رمي الجمرة وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف والإفاضة، في أعمال يوم العيد. ما سئل عن شيء قدم أو أخر من هذه الأمور الأربعة في هذا اليوم، في يوم النحر، إلا قال افعل ولا حرج. فنحدد كلام الرسول في وقته الذي قاله فيه وفي الأشياء التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعمم هذا على الأشياء الأخرى. فلا تقدم السعي على الطواف، لأن الرسول لم يقدم السعي على الطواف. لا تقدم رمي الجمار على الوقوف بعرفة، لأنه لا يصح هذا، أو المبيت من مزدلفة على الوقوف بعرفة، بل نرتب الحج كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفعل من الرخص ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من دخل مصلي العيد وقد ارتفعت الشمس قيد عنه، فهل يصلي تحية المسجد أو ينتظر حتى صلاة الإمام؟ الصواب أنه ينتظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى في موضع صلاة العيد لا قبلها ولا بعدها، اقتصر على صلاة العيد فقط، فنقتصر على صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل المذي ينقض الوضوء؟ نعم، الخارج من السبيل ينقض الوضوء من كل شيء، حتى لو خرج حصاص من القبل أو الدور تنقض الوضوء. الخارج من السبيلين عموما ينقض الوضوء، ومنه المذي ومنه المني ومنه البول ومنه الودي. نعم. أحسن الله إليكم. كثير من القضايا الفقهية التي تدعو على الساحة نرى فيها التفاوت والتباين في الفتوى، فما تعليق فضيلتكم؟ أحسن الله إليكم. كما ذكرنا في الجواب الأول أنه عند الاختلاف نرجع للدليل، نرجع للصراط المستقيم، إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة فإننا نتركه ونعتبر صاحبه مجتهدا أخطأ، نعتبره مجتهدا أخطأ في اجتهاده، يريد الحق لكن أخطأ، ولكن علينا أن نأخذ بما يدل عليه الدليل، هذا هو الواجب. هذا بالنسبة لطالب العلم الذي يعرف الأدلة ويعرفه، أما العامي فإنه يسأل أهل العلم، يسأل واحد من أهل العلم ممن يثق بعلمه ودينه، يسأل واحد ويمشي على قوله وفتواه، ولا يجب يسأل هذا وهذا وهذا يتحير. إذا سأل من يثق بعلمه ودينه، أو سأل من أعد للفتوى وهي للفتوى وجعل مرجعا للفتوى، فإنه تبرأ ذمته بذلك، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم حلق أسفل اللحية وهما تحت الحلق والأخذ من الخدين؟ هذا ما ينبغي، لأنه وسيلة إلى حلق اللحية، فالإنسان يتجنب اللحية وما حولها ويترك الاحتيالات وإن كان بعض العلماء يقول يجوز ما على حلق ما على الحلق لأنه ليس من اللحية، لكن هذا وسيلة إلى الإنسان، إذا اعتاد هذا الشيء فإنه يتدرب على حلق اللحية أو القص منها ويتجنب هذا الشيء، ولله الحمد يكون هذا أحوط له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم أكل لحوم الدجاج المستورد من الخارج وقد كتب عليه أنه ذبح على طريقة الإسلامية؟ اللحوم المستوردة من الخارج على ثلاث أقسام: القسم الأول ما علم أنه ذبح على الطريقة الشرعية، هذا يؤكل،
حلال إلا ما ذكيتم. وأباح الله جل وعلا ذبيحة أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامهم المراد به ذبائحهم وهم اليهود والنصارى. فما علم أنه على الطريقة الشرعية ذبحه مسلم أو كتابي يوسف ولا يتردد فيه. القسم الثاني ما علم أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية كالخنق والضرب بالمثقل أو الصعق الكهربائي أو ما أشبه ذلك، إذا علم أنه على غير الطريقة الشرعية فلا يجوز أن يؤكل، سواء ذبحه مسلم أو كتابي، لأنه لا ليس مذكى. القسم الثالث ما اشتبه ما يدرى، وهو وارد من بلاد كتابية يهود أو نصارى. أما إن كان وارد من بلاد وثنية أو بلاد ملحدة لا يجوز أكلها على كل حال. أما إذا كان ورد من بلاد كتابية ولا يعرف هل ذبحوا على الطريقة الشرعية أو لا، فهذا الاحتياط تركه، الاحتياط تركه، ولا نقول أنه حرام، نقول له الاحتياط أنه يتركه. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فتركه أحوط. والحمد لله البلاد فيها الآن فيها لحوم وتربية دواجن وتربية أغنام وتربية الإبل والبقر، وفيها لحوم كثيرة، فيشتري مما ذبح في البلد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا شأن يقول: ما مقدار كفارة اليمين؟ مقدار كفارة اليمين 15 كيلو، 10 مساكين، كل واحد 1.5 كيلو، وهذا مقدار نصف الصاع النبوي 1.5 كيلو، لأن الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا ونصفه 1.5 كيلو. فإذا أخرج 1.5 كيلو وأعطاه لكل فقير من 10 أعطاه 1.5 كيلو، هذه كفارة اليمين. وإذا أراد أن يكسو الفقراء فيعطي كل واحد ثوبا، ثوب يجيه في صلاته، ثوب إن أعطاه معه غتره أو شماغ أو هذا من الكمال. أما الواجب أن يعطيه ثوب، ثوبا فقط، هذا إذا أراد الكسوة. وإذا أراد أنه يعتق رقبة هذا شيء أطول، أو تحرير رقبة هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجب الكفارة لمسكين واحد أو لعدة مساكين؟ أي كفارة؟ اليمين. يمين لعشرة مساكين، الله نص على هذا. قال جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين. إذا أطعم واحد باقي 9، وينهم؟ لابد يطعم 10 مساكين. نعم. يقصد لو تكررت. لا، ما تتكرر على واحد، كل واحد أعطاه إياه جميعا وكررها عليه، ما تجزي إلا عن واحد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يسأل عن كيفية المسح الجوارب، هل باليد منا أم بجميع اليدين؟ أحسن جزاكم الله خيرا. يجوز المسح بأي صفة، يد واحدة أو باليدين لا بأس، المهم أنه يمسح أعلى الخفين أو أعلى الجوارب، سواء بيد واحدة أو باليدين، يمسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى ما في معنى، أو يمسحهما بيد واحدة لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم صبغ الشيب بالسواد الناسع؟ حرام صبغ الشيب بالسواد الخالص، حرام. قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه، جنبوه السواد. وقال عن قوم يخضبون في آخر الزمان لحاهم، يخضبون لحاهم كحواصل الحمام، لا يجدون رائحة الجنة، هذا وعيد شديد. فلا يجوز الصبغ بالسواد، وإنما يصبغ بغير السواد من الألوان كالصفرة والحمرة والكتم وما أشبه ذلك مما ليس بسواد خالص. نعم. أحسن الله إليكم.
وهذا كان يقول ما حكم لبس الرجل بخواتم الفضة؟ خواتم لا, لا داعي الخواتم, يلبس واحد لا بس, لبسه النبي صلى الله عليه وسلم, لبس الخاتم من الفضة لا بس به, أما خواتم هذا للنساء, ليس لبس خواتم كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في تصوير ذوات الأرواح في تصوير الفيديو؟ لا يجوز التصوير بأي حال, بالفيديو أو بأي شيء أو بالرسم, لا يجوز التصوير في عموم الأحاديث, في المنع من التصوير مطلق بأي وسيلة, لا بالرسم ولا بالالتقاط بالآلة ولا بالنحت وصنع التماثيل, كله حرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه تزوج عليها بأخرى؟ هذا حق له, ولا تمنعه من الزواج بأخرى وثاني وثالث ورابع, هذا حق له, لكن الواجب أنه يعدل بين زوجاته, فإن لم يعدل فلها حق المطالبة بحقها أو الطلاق, إذا لم يعدل فتطالبه بحقها, فإن أداه وإلا تطلب الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه السائلة أيضا تقول إن زوجها لا يصلي بعض الأحيان إلا بعد طلوع الفجر, وهي تناصحه وتذكره في الله, فهل عليها شيء غير ذلك؟ عليها الصبر والاستمرار في إيقاظه وأمره بالصلاة, عليها أن تصبر على المشقة وهي مأجورة, ولا تتركه لا يصلي مع الجماعة, هو القصد بعد أنه يصلي بعد الفجر, القصد أنه ترك الجماعة أيضا وهي واجبة, عليها أنها توقظه وتصبر على هذا حتى يعرف أنها ستوقظه, فإذا عرف أنها ستوقظه فإنه بالليلة الثانية والثالثة يعتاد يبوه, أما إذا عرف أنه ستتركه فإنه يستغرق في نومه, وهذا من التعاون على البر والتقوى, وتركه من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه اعتمر بأبناء الصغار, وأن أحد أبناء الصغار لم يكن بالطواف وهو لم يبلغ الحلم, فماذا عليه؟ عليه يرجعه, عليه يرجعه ويطوف من جديد ويسعى ويقصر من رأسه, لأنه لا زال محرما, لا زال الطفل محرما بالعمرة, فعليه أن يرجعه ويخليه يعمل العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما اختلافا بين الأئمة بالجمع لصلاة نزول المطر, أم المتساهم أم المتشدد, متى يكون الجمع, وهل يصح الجمع بين الظهر والعصر والمطر؟ الجمع بين المغرب والعشاء رخصة لأحد ثلاثة أمور, الأمر الأول المطر الذي يبل الثياب, المطر الغزير الذي إذا خرج تنبل ثيابك, أما إذا كان المطر قد انتهى أو كان مطرا خفيفا لا يبل الثياب فهذا لا يسوغ الجمع لأنه ليس فيه مشقة. الأمر الثاني الدحر والطين الذي في الأرض بعد المطر يكون فيها طين ويكون فيها دحر, وإذا خرج مع الظلام يتلوث بالطين والماء, هذا عذر أيضا أنه يجمع. الثالث إذا كان فيه ريح باردة شديدة, ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة, ثلاث أمور, باردة وشديدة وفي ليلة مظلمة, فهذا يبيح الجمع في ثلاث هذه الأحوال بين المغرب والعشاء, أما الظهر والعصر فلا يجمع بينهما على الصحيح, لأن الناس منتشرون في أعمالهم وفي البلد وفي مكاتبهم, فليس للجمع فائدة, خلاف المغرب والعشاء الناس في بيوتهم يحتاجون إلى أنهم يبقون في بيوتهم ولا يخرجون منها, أما في الظهر والعصر الناس خارجين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سامي يقول هم يصلي الناس في حال إذا نزل المطر قبل خروجهم للصلاة وكان شديدا والجو باردا؟
نعم إذا كان المطر شديد والجو بارد ويستمر يعلم أو يغلب على الظن أنه يستمر فإنهم يصلون في رحاله لا بأس. قد فعله الصحابة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سأل يقول أنه اقترب مبلغا من المال سلفة من أحد أقاربه مدة معينة تزيد على السنة. نعم يقول أنه اقترب مبلغا من المال سلفة من أحد أقاربه مدة معينة تزيد على السنة ثم قام هو بإقراره شخص آخر إلى وقت حلول الأجل على من تكون الزكاة؟ على صاحب الدين. الزكاة على صاحب الدين. على دين لك في ذمة فلان قرض أعطيته إياه فإذا حال عليه الحول يزكيه أنت. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال ما قد يقول انتشر في الآونة الأخيرة من يدعون الرقية الشرعية بدون علم، هل لفضيلتكم رأي في ذلك؟ ما دام تعلم أنهم ليس عندهم علم وأنهم جهلة أو أنهم مشعوذون ودجالون يريدون أخذ أموال الناس فلا تعالج عندهم ولا ترقي عندهم. ارق نفسك أنت أو اذهب إلى ثقة ممن تعرف تطلب منه الرقية. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول ما حكم مرور المرأة بين يدي الرجل أثناء الصلاة خاصة في المسجد الحرام؟ لا بأس بذلك من الحرج لأنه ما يمكن منع الناس من المشي في المسجد الحرام للزحمة الشديدة فلا مانع من ذلك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام والناس يمرون من أمامه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام. ما في ذلك من مشقة ولا يمكن منع الناس في المسجد الحرام. تبي توقف الناس لما تخلص مصلي ممكن. نعم أحسن الله إليكم. وهذا شان يقول صاحب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما قال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستمع إلى قراءته للقرآن لحبرته لك تحبيرا، ما معنى لحبرته لك تحبيرا؟ حسنت صوتي به. لا صبرت يعني حسنت الصوت به التلاوة لأن هذا يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن قطرة العين والأنف والأذن أثناء صوم رمضان، هل هي تفطر أم لا؟ الذي يصل إلى الحلق يفطر والذي لا يصل إلى الحلق لا يفطر، هذه قاعدة. ولكن كون يأجل القطرات إلى الليل أحسن وأحوط له. أما إذا فعلها بالنهار ولفظ ما يصل إلى حلقه بادر بلفظه وإخراجه فإنه لا يضر. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه شك في المسح على الجوارب في أثناء الصلاة فماذا يجب في حقه؟ نعم يشك في المسح على الجوارب أثناء الصلاة. الأصل عدم المسح فهذا يعيد الصلاة. إن كان يصلي يخرج ويتوضأ وينسح على الجوارب ويصلي بيقين، يعني هذا لم يتيقن الطهارة لأن المسح على الجوارب أو على الخفين هذا ينوب عن غسل الرجلين فكأنه ما غسل رجليه فيرجع ويتوضأ وينسح ثم يستأنف الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم بمن يمنع التحرير من جماعة التبليغ ويقول نفع الله بهم خلق كثير أفتونا جزاكم الله خيرا؟ نقول هذا هو الصواب التحرير منهم، ونحن ما حنا على شك من ديننا وعندنا الدعوة ولله الحمد دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسار عليها أهل البلاد وهي دعوة صحيحة. لسنا بحاجة إلى جماعة تأتي من هنا أو هناك ونقلدها ونقول نفع الله بهم. دعوة التوحيد أنفع وأنفع وأحسن. وهذه جماعة مجهولة وذكر عنها أشياء كثيرة وألفت فيها كتب تحذر منها من ناس ذهبوا إلى هناك وشاهدوا بأعينهم أن هذه جماعة بدعية لا يجوز أخذ منهجها والسير عليه. ومن حاجة إلى ذلك وعندنا المنهج الصحيح السليم الواضح الذي سارت عليه الأمة في هذه البلاد
يعني حول 200 سنة وهي تسير على هذا المنهج السليم. وش نبيد المذاهب الأخرى والمناهج الأخرى نستوردها وحنا ما ندري عن وصولها ولا عن من يقوم بها؟ والنفع ما هو بمقياس. الناس يحبون البدع أكثر مما يحبون السنة، فلو جاء واحد يدعوهم إلى السنة تثاقلوا إلا من شاء الله، وإذا جاء واحد يدعوهم إلى بدعة ما شاء الله باشروا ونشطوا، لأن الشيطان يؤزهم إلى ذلك. فليس هذا عبرة كثرة المتبعين لهم وقال كثير النفع، وين النفع فيهم؟ هم يعرفون التوحيد، اسألهم عن معنى لا إله إلا الله وما هي شروطها وما هي أركانها وما هي نواقضها، ما يعرفون شيء، ما يعرفون شيء من التوحيد، وهذا شيء مشاهد ومجرب منهم، واكثرهم عوام ما هم طلبة علم ولا يعرفون شيء. كيف يكونون دعاتهم عوام جهال؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما حكم دفع الزكاة لأولاد البنات؟ لا يجوز الدفع لأصوله ولا لفروعه، وأولاد البنات من فروعه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: لقد حجيت بدون تصريح، فهل علي إثم في ذلك؟ هذا يرجع للنظام وأمر الدولة، ما دام ما قالوا لك شيء ولا منعوك حجك صحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما حكم تمشيط شعري من أراد أن يضحي؟ لا بأس أنه يمشط شعره، لكن ترفق لا يسقط من شيء، ترفق ما يسقط من شيء، لا يجوز يكد راسه ويشرح شعره ما يسقط، لا بأس، بس يرفق الحال الحيض لا يتساقط منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول: أنه اشترى أرضا لكي تحفظ ماله مدة من الزمن، ثم يقول أنه بعد مضي 5 سنوات تقريبا سوف يقوم ببيعها، فهل عليه زكاة خلال هذه المدة؟ نعم، ما دام أنه ناويها للبيع فهي أرض زكوية، لأن تصبح سلعة من السلع، لكن تأجيله للبيع ما يسقط عنها الزكاة، ما يسقط عنها الزكاة، ما دامت منوية للبيع فإنها سلعة، ثمنها كل سنة بما تساوي على رأس السنة ثم يزكي قيمتها بالتقليد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ماذا نقول لمن حضر إلى المسجد وقد تزايدت فيه رائحة التدخين والله يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ نحثه على النظافة وعلى تطيب الرائحة وإزالة، ونحثه أيضا على التوبة من الدخان، لأن الدخان مضر، ومن مصالح مجيئه للمسجد أن هذا يبعد عن الدخان ويتركه، فنتركه يأتي للمسجد ما نمنعه، ولكن نحثه على النظافة وعلى تطيب الرائحة وعلى ترك الدخان أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سيقول: إن المخدرات والمسكرات انتشرت في زمننا هذا، فهل من نصيحة لشبابنا ولأولياء أمورهم جزاكم الله خيرا؟ بلا شك أن الخطر شديد، وعلى الشباب أصلحهم الله أن يبتعدوا عن جلساء السوء، وأن يحذروا من سماسرة المخدرات الذين يتسللون بينهم، أن يكونوا على حذر منهم، وعلى أولياء أمورهم أن يتابعوهم وأن يناصحوهم ولا يتركوهم يذهبون ولا يدرون إلى أين يذهبون، لأنهم مأمورون بحمايتهم ورعايتهم. وعلى ولاة الأمور أيضا أن يكونوا أيضا ممن يتابع شباب البلد، يتابع متابعة دقيقة، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنه لبس الشراب ومسح عليها أول مرة وهو مقيم ثم سافر، فهل يعتبر فهل يعتد بالسفر عن الإقامة؟ لا، بالإقامة. إذا بدأ المسح وهو مقيم فإنه يكمل مسح المقيم يوم وليلة، فيبدأ إذا بدأ وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار أو في الليل
فإنه يكمل اليوم والليلة ثم يخلع ويلبس من جديد ويمسح ثم يأخذ مس السرى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال نقول أنه لبس الجوارب الصباح واتبه ومسح عليها لصلاة الظهر والعصر ناسيا، واتبه أنه لبسها على غير طهارة ولم يتذكر إلا في وضوءه لصلاة المغرب، فهل يعيد صلاة الظهر والعصر؟ بلا شك، بلا شك أنه يعيد صلاة الظهر وصلاة العصر لأنه لم يتطهر الطهارة الكاملة، حيث أنه مسح وهو على غير طهارة، والمسح يشترط له أن يكون على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: دعهما، يعني الخفين، دعهما لأني فإني لبستهما طاهرتين، يعني بعدما تكامل الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من شروط المسح أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، فلو لبسهما على غير طهارة فلا يمسح عليهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: من حكم على من يتستر ولا يخبر عن مروج المخدرات من باب الستر على المسلمين؟ هذا ما هو ستر، هذا غش للمسلمين وغش للنفس المروج. الواجب أنه يخبر عنه، الواجب أول شيء أنه ينصح، فإن امتنع وتاب إلى الله الحمد لله، وأما إذا لم يستجب ولم يتب فتركه هذا من الغش للمسلمين، فعليه أن يبلغ عنه. هذا من إنكار المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو لا يأخذنكم الله بعقوبة من عنده، أو يفعل بكم كما فعل ببني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلعنهم الله بسبب ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، في بعض المنتديات يوضع مواضيع مثل: إذا دخلت هنا سجل صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم الداخل على هذا البرنامج ويسجل الصلاة كتابة، فهل هذا من باب التذكير أو يعد هذا من البدعة في الدين؟ هذا من الابتداع ومن التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، وله بلازم كل من دخل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة على النبي عند دخول المسجد سنة، لو تركها ولا شيء عليه، فلا حاجة إلى أنه يقعد عليه ويسجل، هذا كله من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أنه حصل عليه حادث مرويد، وقرر مرو أن عليه 25%، وتوفي الشخص الذي معه، هل يصوم شهرين أو يعتق رقبة أم ماذا عليه؟ إذا ثبت عند المحكمة أنه مدان بالحادث ولو 1%، مدان ولو 1%، ثبت عند القاضي فعليه الكفار، عليه الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كنت صائما في رمضان الذي مضى، فأفطرت ظنا مني أن الشمس غربت، ثم بعد قليل سمعت الأذان، فهل علي قضاء؟ إذا كنت أفطرت قبل الغروب ثم تبين لك هذا فعليك القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، وأنت أفطرت قبل الغروب، والله جل وعلا يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل ما بعد جاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، وهذا أفطر قبل أن تغرب الشمس، فعليه القضاء بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نرجو توضيح مسألة وضوء من لحم الإبل ومن غيره من اللحوم، وهل يدخل في ذلك نفس لحم الإبل المرق والكبد أم خاص باللحم؟ لا يتوضا من اللحوم الا لحم الابل فقط، اما لحم الغنم والدجاج وسائر اللحوم او البقر فلا وضوء منه، انما هذا خاص بلحوم الابل، فمن اكل من لحوم الابل وهو على وضوء ينتقض وضوءه.
من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور كما في الحديث الصحيح. وكل ما يشتمل عليه تشتمل عليه الإبل من لحومها من كرش أو كبد أو رأس أو غير ذلك فإنه يبطل الوضوء على الصحيح من قولي العلماء، لأنه لحم، اللحوم اللي بلو هذا لحم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية كما يزعمون؟ استمع إلى القرآن وإلى الذكر ولا تستمع إلى الأناشيد، لأنها من الأغاني ومن اللهو، ولا هي الإسلامية. من اللي قال أنها إسلامية؟ الأناشيد أغاني وصوفية، أصلا من الصوفية، لأنهم يتخذون الأناشيد من الدين ويجعلون معها الطبول أيضا، يقولون هذه عبادة. ألا نتساهل في هذه الأمور، نعتبرها من الدين ومن الإسلام ومن الدعوة كما يقولون. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سأل يقول يلاحظ في هذا الزمن كثرة التعرض لهيئة كبار العلماء من قبل بعض الناس لدعوى أنهم يتشددون في الفتوى، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ كما ذكرنا تعرضوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا في الصحابة، قالوا في الأئمة، فهي كبار العلماء من جملة هؤلاء، فالذي يتكلم فيه ماذا صاحب هوى، إن كان عنده ملاحظة صحيحة فلا يتكلم عند الناس، عليه أن يكتبها ويرسلها، إذا كانت ملاحظة صحيحة فهي كبار العلماء ليست معصومة، يقع منها خطأ، إذا لاحظ شيء صحيح فعليه أن يكتبه ويدونه ويرسله ينظر فيه، أما أن يتكلم في المجالس فهذا من الغيبة، وغيبة العلماء أشد من غيبة غيرهم، يعني يفرق بين الناس ويقلل الثقة بالعلماء، يسبب الشر. نعم. صاحب الفضيلة الإنسان يقول هل يجوز الإنسان أن يصلي في بطاقته الشخصية أو جواز السفر مع وجود الصورة؟ إذا أخفاها لم تظهر لا بأس بذلك، لأنه يحتاج إليها، لأنه يحتاج إليها في سفره وفي مراجعاته، لا بد يحملها معه، لكن جعلها مخفية. أحسن الله إليكم. هذا شان يقول أن الغيظ قريب يكثر الحلف ولا يكثر، فما هي نصيحتكم له؟ لا يجوز أن يكثر الحلف، لا يجوز أن يكثر الحلف، لأن هذا يؤثمه ويدل على التساهل في اليمين. الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين، يعني كثير الحلف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الحلف، وهذا من صفات المنافقين أنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، فعلى المسلم يتجنب الحلف ويعظم اليمين بالله ولا يحلف إلا عند الحاجة ويكون صادقا في يمينه. فالذي يكثر الحلف عليه التوبة إلى الله والإقلال من الحلف في المستقبل، والله يتوب علينا وعليه. نعم. السلام عليكم. هذه سائلة تقول لديها ذهب كثير معد للاستعمال، فهل عليه زكاة؟ المعد للاستعمال ليس عليه زكاة إلا إذا كان خارجا عن العادة، عن عادة النساء في البلد، فخذت شيئا خارجا عن العادة فإنها تزكي الزائد، أما إذا كان ماشيا على العادة في البلد وما تلبسه النساء في البلد ليس فيه زكاة لأنه مستعمل ولم يعد للنمى والتجارة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما توجيهكم لمن يتساهل في أداء عمله في وقت الدوام الرسمي لكثرة التأخر وهو يجيز لنفسه ذلك التأخر بحجة أنه يخصم من مرتبه، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، إذا التزم بالعمل ودخل في الوظيفة إنه يجب عليه أن يؤدي العمل الذي التزم به وإلا يتركه لغيره، ولا يعطل الأعمال يتساهل فيها، والخصم لا يبرر أنه يتخلف، ما يبرر له أنه يتخلف، فعليه أنه يؤدي العمل
ولا يتخلف إلا لعذر شرعي، أو يترك العمل إذا كان ما يقوم به يتركه لأنه أمانة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول: ما حكم إتيان المرأة في الدبر؟ كثيرة من كبائر الذنوب، شنيع، وإذا استمر على ذلك ولم يترك فإن المرأة تفصل منه، عليها أن تطالب أو وليها يطالب بعزله عنه وإبعادها عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل هناك حديث ثابت في أن بعض السنن الرواتب يكون فيها تشهد أول وتشهد آخر لأنها كصلاة الظهر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم. يقول: هل هناك حديث ثابت في أن بعض السنن الرواتب يكون فيها تشهد أول وتشهد آخر لأنها كصلاة الظهر؟ لا نعرف هذا. اللي نعرف أنه يصلي، الأفضل أن يصلي قبل الظهر أربعا بسلامين، ليس فيها إلا تشهد واحد، أربع بسلامين في كل واحدة سلام واحد. ذكر بعض العلماء أن له أن يتطوع، ما هو بالراتبة، لكن له أن يتطوع بأربع كالظهر، هذا قول لبعض العلماء وليس عليه دليل. له أن يتطوع بأربع كصلاة الظهر فيها تشهدان أول وثاني، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم.